اجتماع او لقاء بين مجلس النقابة والزملاء اعضاء الجمعية العمومية. الهدف الأساسي من اللقاء هو التشاور، هو بحث الأزمة الأخيرة التي لحقت بنقابة الصحفيين منذ 1 مايو الماضي عقب اقتحام قوات الشرطة لمقر النقابة والقبض على الزميل عمرو بدر والزميل محمود السقا، ثم إحالة النقيب والسكرتير العام والوكيل إلى المحاكمة، وما انتهت إليه الجلسة يوم 19 نوفمبر الحالي بصدور قرار تاريخي أول مرة يصدر في تاريخ مصر بحبس نقيب صحفيين وسكرتيرها العام والوكيل عامين في اتهامات ملفقة في أوراق غير موجودة بهيئة اتهامات. يعني أوراق القضية لا تتضمن سمة دليل واحد يدين نقيب الصحفيين أو سكرتير عام النقابة أو الوكيل. أوراق القضية عبارة عن تحريات الأمن الوطني، عبارة عن أقوال 3 شهود من أفراد المقاولين العرب، أمن المقاولين العرب أدلوا بأقوال مزورة أمام المحكمة، وبدلا من إحالاتهم للنيابة بتهمة شهادة الزور تم صدور حكم بإدانة نقيب الصحفيين وسكرتير العام والوكيل. أفراد المقاولين العرب شهدوا زورا أمام المحكمة وقالوا إنهم شاهدوا النقيب وسكرتير العام ووكيل النقابة يجلسون داخل مقر النقابة في بهو النقابة في المكان الذي نقف فيه الآن في تمام الساعة 3:30 عقب ظهر الأحد 1 مايو. قدمنا للمحكمة ما يفيد أن في هذا التوقيت بالذات كنا متواجدين أنا وزميلي خالد البلشي في العاصمة في الدار البيضاء لحضور المؤتمر الدولي لحرية الصحافة. قدمنا شهادة تحركات، قدمنا جواز السفر. يعني ده كلام غريب جدا إن إحنا نقدم ما يفيد إن إحنا كنا متواجدين في المغرب ويصدر حكم ضد النقابة. أنا عايز أرد بس على نقطة خاصة بالبعض يردد أنها قضية جنائية. هل قيادات نقابة صحفيين متهمين بالتجار في المخدرات أم بالرشوة أم بالقتل؟ كلام غريب. قضية رأي، قضية فكر، الهدف منها إرسال رسالة للصحفيين المصريين، رسالة تخويف. أنا بقول أن هذه الرسالة فشلت تماما، لأن الهدف الرئيسي من هذه القضية هو كسر شوكة نقابة الصحفيين. وأنا بقول لن يستطيع أي نظام أن يكسر شوكة نقابة الصحفيين. نقابة الصحفيين انتصرت على السادات وانتصرت على مبارك وانتصرت على مرسي وتستطيع أن تنتصر على أي نظام، لأننا على حق، نقابة الصحفيين على حق تماما. الاعتداء على نقابة الصحفيين اعتداء صارخ غير مقبول بالمرة. وأنا أمانة عن نفسي أسأل سؤال، ما هو الحكم الذي صدر ضد من قتلوا المتظاهرين؟ وما هو الحكم الذي صدر ضد من استوردوا منتجات مسرطنة من الخارج؟ وما هو الحكم الذي صدر ضد أحمد عز؟ وما هو الحكم الذي صدر ضد الإرهابيين الذين قتلوا أفراد الشعب المصري؟ حقيقي يعني قضية غريبة. وأنا أثق رغم ما حدث، أثق في عدالة القضاء المصري، وأثق إن شاء الله أننا سوف نحصل على البراءة في الاستئناف.